مساء الخير، مساء الفل والياسمين على كامل المشاهدين والمشاهدات اللي راهم معايا درك على الصفحة تاعي. اليوم عندي لكم موضوع اللي كتبت العنوان تاعو، اللي هو وعلاش الجزائري ولا الجزائرية، سيدات الجزائريات اللي يخدموا في مجال الحلويات ولا في الطبخ ولا ينسبوا التراث تاعنا، تراث الجزائري لغيرنا، مثلا حلويات يقولوا حلويات تركية وهي جزائرية، يقولوا عثمانية، يقولوا أندلسية. فهموني برك الأكل الجزائري وعلاش راكم تنسبوه لغير الجزائريين. مثلا أنا حبيت نعرف برك وعلاش المطبخ الجزائري تنسبوه لغير الجزائري، وإحنا المطبخ تاعنا ثري وعندنا تنوع على حساب التراث تاعنا، تنوع تاعو على حساب المناخ وعلى حساب الجزائر. طبعا فيها صحراء، فيها شمال، فيها البحر، فيها الجبل، فيها عندنا تعدد في المناخ كما في التضاريس كما في كل شيء، يعني في الجغرافيا. فوعلاش انا حابه نفهم هذا الموضوع، يا ريت توصلوه لاقصى يعني سلام خديجه، ما شاء الله، شكرا سيدتي. قلت وعلاش المطبخ الجزائري في كل شيء ينسب لغير الجزائر. مثلا انا رحت مثلا لتركيا، رحت عده مرات، رحت بحث، يعني رحت في بحث على في المطبخ التركي، لكن ما لقيتش حاجه تشبه المطبخ الجزائري مع الاسف. حاجه ما كاينش غوسيت الجيريان لقيتها في التركي، لا في المالح ولا في الحلو. وعلاش ننسبو تراثنا للاتراك؟ وعلاش يعني حتى كيجيو قنوات كاين مراسلين جزائريين مثلا نلقاهم دايرين تقارير على المطبخ الجزائري ولا على التراث الجزائري، نلقى فيه انهم الناس اللي يجيبوهم ينسبوا تراثنا. مثلا شفت كعك العقده مؤخرا، ما عنديش بزاف، شفت كعك العقده اللي يديروه في القليعيات اللي راهم يسمعوا فيا اليوم. القليعه هي يعني فيها تراث، فيها يعني حاجات، والناس مازالهم يحافظوا على التراث في القليعه. السيده اللي خلعتني نسبه كعك العقده لتركيا، انا رحت لتركيا عمري ما شفت كعك العقده، حتى رحت القرى، يعني رحت الاماكن اللي خرجت يعني وشفت وما كاش حاجه تشبه فينا. يعني هما حتى الفواكه تاعنا كي داقوا وشافوا الحلويات الجزائريه عجبتهم، تختلف على حلوياتهم، هما ما عندهمش حلويات تشبه لنا، يعني ما كانش لا في الاكل تاعهم ما ياكلوا بزاف الخضره، احنا صح ناكلوا الخضره، لكن ما عندنا ولا طبق يشبه في الاكل التركي ولا مثلا ربما كاين عندنا، يعني عندنا علاقه يعني في الطرز ولا في لكن حاجه تاعنا، وعندنا الاطباق الجزائريه والحلويات الجزائريه. كي نشوفوا انه احنا عندنا مقروط اللوز، انا ما شفتش مقروط اللوز في بلاد واحده اخرى، شفت مثلا في تونس عندهم الملبس ما يشبهش كامل المخبز الجزائري، المخبز حاجه والملبس حاجه واحده اخرى. مثلا نشوفوا الشارك مسكر ما نلقاوه لا في المغرب ولا في تونس. مثلا لباس تقليدي الجزائري ما نلقاوه لا في تونس، ما نلقاوه لا في المغرب. لكن وعلاش يعني احنا الجزائريين ما نعتزوش بتراثنا؟ احنا عندنا تراث غني، هذا هو المشكل اللي خلى يعني كيغيظكم الحال، انا كيغيظ الحال الناس يبداو يديروا في لي كومونتير ويقولوا علاش داو لنا هذه وعلاش داو، اخطر هما يعتزوا بالتراث تاعهم ماذا بهم يزيدوا تراث واحد اخر ليهم. احنا الجزائريين لا احنا التراث تاعنا بصح نقولوا لا ماشي تاعنا، جينا من هذيك البلاد وجينا بحكم هذه وجينا لا حاجه اللي عندنا في الجزائر تاعنا، تراثنا. كل حاجه يعني نروحوا للصحراء نلقاو اطباق صحراويه، حلويات صحراويه. كي نجيو مثلا نروحوا للشمال ولا نروحوا للجبال نلقاو، مثلا نعطيكم مثال على المديه مثلا. سالو بونسوار بونسوار تو الموند، عوض محمد سعداوي اهلا بك، مساء الفل والياسمين والنرجس والريحان والورد، علي اهلا بك، مساء الخير خدوج، راكي تباني شويه عيانه اليوم، خرجت شويه في الشمس،
تعب الشمس، فكي تشوفوا عيني شويه تقل عرفوا بلي اني عيانه. شكرا لك نسرين بوم، شكرا لك يا نسرين، احبك الله الذي احببتني. مساكم فلو ياسمين، كاميليا، كارين، مرحبا بك يا كاميليا. مساكم كامل فلو ياسمين، شاركوني في الموضوع. راهي تجوز ليميسيون درك في سميرة تي في على 11، سي بيان، غادي ندير في التشارك. تشارك واش من تشارك، مسكر ومسكر وتشارك مدور، هليلات ومدورين. مساء الفل، شكرا لك ام ويسان. مساء النور، المطبخ الجزائري غني جدا ومنوع. اكيد شوفوا، انا كي نشوف يعني الناس عندهم شويه وحاطين لها قيمه، ونشوف الجزائري عنده تنوع لكن يشتت فيه للناس. انا شوفوا تركيا رحت لقيت عندهم شتات من الثقافات، بركوكس عالمي ان شاء الله. وين جاي مسكي في العمامه؟ انا نحبك، وصفاتك كلها رائعه، متبعه جديده من الصغر، اهلا بك سيدتي الكريمه. سلام مام مرور الحضارات، الله يبارك خلف. شوفوا كاين مرور الحضارات، كاين حاجه اللي ينسبوها الحضاره اللي جازت، لكن بعض الحضارات اللي جازت كانت لاتيه بالحروب، يعني هي اصلا ما عندهاش، عندها شتات من الثقافات. كيفاش انا نعطيها ثقافه تاع بلادي؟ مرحبا بك سيده، سيد مراد، مراد من القليعه. مساء الورد، مساءكم فلو ياسمين. قلت كي نشوفوا صح عندنا، لكن كي تروحوا لتركيا مثلا، تركيا ما فيهاش حتى لغه، ما عندهمش لغه، اللغه التركيه نلقاوها مزيج من اللغات، فيها الفارسيه، فيها العربيه، فيها واش يسميوها، حتى من اللغه اللاتينيه. مساء الخير، كلامك صحيح. حتى مساكم فلو، خساره ما قريتش يعني، كاين كومونتير مهم جدا. الجزائري متالقه، نحب الطبخ الجزائري. سلام خالتو كيراك، والله الحمد لله. ازول بونسوار، كومون فا تو؟ سافا بيان ميرسي. اهلين حبيبتي، مساء الخير. سلام، لا كاميرا هي مضبه، مسحيها. فارينا نو، عندي الضوء ناقص، عندي ليكليراج اللي ناقص، ماشي يا ام وسيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعلاش تليفوني نطيب به؟ الجزائر مقيمه في ايطاليا، وانا نحب كثيرا واتابع دائما احلى قناه سميره، تحيا الجزائر وانت حياتي تراث الجزائر، وانا حيت تراث الجزائر اكيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام ناصر عبد القادر، سلام وشاء والله الحمد لله. الاء نعم اختي، كل بلاد وتاريخ تاعو العادات تاعو اكيد. ام لؤي شكرا على المعلومه. شوفوا تركيا يعني كي نروحوا لتركيا نلقاو عندهم حلويات معسله، لكن ماشي تاعهم، اصلها سوري. كي نروحوا نشوفوا مثلا المطبخ تاعهم كله لبناني وسوري، يعني ما تلقاوش عندهم، ما عندهمش التراث تاعهم 100% حتى اللغه، وما عندهمش لغه خاصه بهم. والله نتاعنا تاع الجزائر مش كي عند الجزائريه، والله هنا في ايطاليا كي ندير حلويات يهبلوا ويقولوا لي جامي شفنا وذقنا هكذا. والله اكيد سيدتي في ايطاليا، لانه الجزائريين، الجزائريه وحدها تقدر تحضر حلويات، وثاني الحلويات تاعنا عندنا تنوع في الحلويات، عندنا الحلويات الجافه المحشيه باللوز، عندنا الحلويات الجافه اللي ما فيها والو. يا اختي خديجه بلادنا فيها كل انواع الطبخ، شرقي غرب، والله شوفوا كل ما نروحوا البلاد نلقاو تنوع. انا لحد الان يعني كامل واش تعلمت على المطبخ الجزائري ككل، لانه انا نبحث تركيه ذوقتها، قالت لي كي تشوفيش طيب الخبز وتقول المروكي عارفي بلي راها. سلام سيدتي، كيف الاحوال ان شاء الله؟ مساء الخير حبيبتي، نورتي. سلام ورحمه الله وبركاته، تحيه ليكم. انس من المغرب، اهلا بك سيد انس من المغرب. قلت شوفوا كاين بعض الاطباق صح، انا مثلا نقدم اكله من بلد واحد اخرى، مثلا زميلتي شهرزاد ولا كيما كي تحكي جابت اكله من بلد واحد اخرى، من حقي ومن حق من حقي اني نحترم هذاك البلد ونقدم الاكله باسم هذاك البلد. مثلا رحت لتركيا جبت اكله نقدمها باسم تركيا. مثلا انا في رمضان كنت حضرت تحليه بالبندق اللي تتسمى العصيده في تونس، قدمتها باسم تونس. لكن المشكل انه الجزائري راهو يقدم الاكل الجزائري، ولا مثلا كعك العقده قالوا عليه تركي، ما شفتوش انا في تركيا وما حوست وسالت. شوفوا عصبانهم ما يشبه في العصبان الجزائري،
الراس الغنمي ولا البقري ما يطيبوش، عجبون يعتزوا بأصولهم وعمرهم ما نسبوا تراثهم للغير. احنا عندنا أزمة هوية، هذا هو المشكل، أزمة الهوية. حتى رجعت الناس تلبس الكراك والجزائري، تركيا لبست الكراك والجزائري ونسبته لدولة واحدة أخرى. يعني عيب أنه الجزائري ينسب تراثه لدولة واحدة أخرى، عيب عيب. إنه إحنا عندنا تراثنا لازم نعتزو به، ماشي بعد كي نشوفوه في بلاد واحدة أخرى تبنى وهي يغيضنا الحال، ما يغيضناش الحال. برافو بوغ تو، ميرسي بوكو. نايجا بواغون، صح، ربي يشافيك ويعافيك ويرفع. شكون ماما تيجاني؟ يعني لاباس عليا، مانيش مريضة، يعني واش نقولوا، تعب فقط من الشمس. و يعطيك الصحة سيدتي، الله يسلمك. أهلا بك عمر سديرة، سلام، مساء الخير، كيف الأحوال؟ والله الحمد لله يا ياسمين. هدايات مرحبا بك، سلام خديجة، أهلا، توحشناك. شكرا أم هيثم، أنا بالعباس، تحية كبيرة لك. شكرا، تحية كبيرة للجميع، الله يبارك فيك أختي عمر، في عمرك ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي. نتوما تاني، يعني اي شخص يكون يتكلم على اكله جزائريه ويكون متاكد انها تنتمي الى التراث الجزائري، حاولوا تخليوها جزائريه. انه مؤخرا نشوف ثاني، يعني في صفحه في المديه، الطبق البلبول الجزائري المداني اللي يتحضر، يعني اكله اقتصاديه تتحضر بالزعتر والخبز اليابس، ونسبوها الجزائري كان ياكل الحجر ولا ياكل تراب، ولا قولوا لي واش كان ياكل. هكذا باش نفهم بانه تراثنا لا ينتسب لينا، يعني نخليوه يروح للناس واحد اخرين. الحلويات يخدوها ياكلوا ديالنا حتى في بونسوار ما سور، مساء الخير حبيبتي فتيحه من فرنسا، توحشناك. شكرا لك فتيحه، يعطيك الصحه، حتى انا توحش الجمهوري اليوم، وين راني جيت وشفتكم. والله الاء محمد، هذا الشيء يعني من شاني نحكي صحيح. في دوله واحده اخرى تلقاو انهم وصلوا سياحه اكل، اكيد سياحه، يروح لاي بلاد يحب يذوق الماكله تاعها وتقعد له في الذاكره. الحاجه اللي تقعد في الذاكره هي الاكل، ففيها بزاف اللغه الفرنسيه التركيه، شوفي فيها الفارسيه العربيه التركيه. مرحبا مثلا يقول لك مرهبا، مرهبا، وعندهم لا مرهبا، عندهم فحنا ونص بنت الجزائر تشرفي. شكرا لك، بونسوار جيم طون ترافاي، الله يبارك. شكرا لك سيدتي، ما قلتش الاسم، سلام اختي خدوج. شكرا كيكا، بونسوار خديجه سبا، ولا الحمد لله. دو مايونيز، لا مايونيز اللي درت لا ريسيت كلاسيك اللي راهي كاينه في الصفحه، ما اشتركتش في القناه، نقولها تشترك في قناتي. بيان دي راتبه، اكيد هذا تراثنا وحاجه اللي نغيروا عليها. السلام عليكم خديجه، انت روعه، شكرا. بونسوار مدام ايكا، ربي يوفقك ويبارك فيك، شكرا. مساء الخير سيده خديجه، مساء الفل والياسمين. والله المغرب سرقوا كل شيء حتى اللباس وسرقتو. لا شوفوا، المغرب كامل الناس، لانه كاين الناس بالك يخلقوا في الازمه، هذا الشيء لازم نتغاضوا عليه، لازم ما نتبعوهش، ما يهمناش، لانه كاين بعض الناس يحبوا يديروا الفتنه ويديروا المشاكل. ربما انه هذا الشيء باين، انه التراث الجزائري واللباس الجزائري، ما كاش اللي ما يعرفش اللباس الجزائري في الجزائر ولا في المغرب العربي. باين بلي احنا عندنا مجموعه كبيره من انواع اللباس الجزائري، من اختراع بلدنا نتفتخر بها. مثلا عندنا كل الاكلات يا مراد كل الاكلات اللي راك اللي طيبتهم لك يما كامل تاع الجزائر، واللي طيبتهم لك مرتك كاع تاع الجزائر، واللي طيبتهم اختك وفاميلتك وعمتك وخالتك، هادو كامل تاع لا فامي تاعكم. مثلا بوزلوف على طريقتكم، الدواره شطيط حال الحمش شطيط حجاج، الحلويات تتشارك، المقروط، التزيريات، القنيدلات، هادو كامل اكلات جزائريه وحلويات جزائريه اللي نفتخروا بها. بريوش صحيتي ام بونجور بور توت لا فامي ناديا، وفي ذاك العاده. شكرا لك يا عمر صديره. خديجه انت تشرفينا، ربي يوفقك، شكرا. والله تركيا مشهوره غير بالمسلسلات فقط، شوفوا تركيا عندهم ثقافتهم، عندهم سياحه، عندهم طريقتهم كيفاش يطيبوا الدواره. مثلا رحت شحال من بلاصه شفتهم كيفاش يطيبوا. راكي غلطه مدام خديجه، تركيا حضاره، انا ما قلتش
تقدر تروح كسائح تشوف المناظر، تشوف عندهم جغرافيا تتمتع، عندهم منسوب الماء كبير، عندهم جوامع، عندهم تاريخ، عندهم الحضاره التركيه. ما ناش نقولوا ما عندهمش، ما عندهمش الاكل، كانوا لاتين في حاجه واحده اخرى، ما عندهمش حاجات بزاف اللي ما عندهمش ثقافات بزاف، حتى لغه ما عندهمش لغه يا سيدي. مساء الورد خديجه راكي منوره. عندهم مزيج من اللغات، من عندهم اللغه تاعهم كانت بكري تكتب باللغه العربيه، اليوم ولا وقت اللي جاء اتاتورك واش دار لهم؟ اتاتورك نحى اللغه الحروف العربيه واستبدلها باللاتينيه ونحى كاع اللغه العربيه. السلام عليكم، شاف كاينه قناه في اليوتيوب تحفظ القران، لكن تحوس على الدعم، قولي لهم شكون حابه تحفظ تروح لقناه المعلمه ام نوح تحفظ معاها، دعمينا شيف ربي يجعلها في ميزان حسناتك. روحوا شوفوا القناه تاع ام نوح، هي قناه خاصه بالقران الكريم. اسبانيا الحمد لله، حاولت نوصل تراثنا من خلال الحلويات التقليديه، والله تحصلت على الجائزه الاولى في فيليسيتاسيون، والله العظيم انا فرحت لك. وعلى شوفوا الناس اللي عايشين في الخارج يعرفوا وحسوا بقيمه التراث الجزائري لانه ما كانش في دوله واحده اخرى. سلام خديجه، نحبك ونحب وصفاتك. شكرا مريم، ديري لنا فاكهه ان شاء الله، ندير لكم الفاكهه بزاف. شكرا امينه شفا بنت ابراهيم، مساء الخير. الثقافه الجزائريه متنوعه وعريقه. والله كاين سيده صحفيه اعلاميه مقيمة في قطر، نسيت اسمها، راه تدافع يعني على التراث الجزائري، يعني التراث الملموس واللا ملموس. فهذه السيدة انا نقول لها تحية كبيرة لك سيدتي، ربي يحفظ بلادنا امين يا رب العالمين. امنا وردة ام زينب، اهلا بك وردة ام زينب، محلاكي يا مدام، ربي يبقي عليك الستر. شكرا سياحي توحى، مساء الخير حبيبتي، ما شاء الله عليك، راكي منورة، نتبعك ديما في قناة سميرة، شكرا على الوصفات اللي تخدمي. العفو سيدتي، مطبخنا متنوع مطابخنا متنوعة تعرفي شوية من التركية ماشي بزاف. تحية جزائرية وتحية محاجب وبركوكس ونوصلوه للعالمية. شوفوا تعرفوا بعض الأكلات حتى نحقروها، لكن كي تشوفوا الناس كي يذوقوها ويتلذذوا ويبداو يسألوا. مثلا تروحوا للخليج ما عندهمش الكسكس، ما عندهمش الخبز، عندهم برك الروز. احنا شوفوا الدولة نتاعنا كانت تصدر القمح. تبارك الله عليك من باريس، شكرا ريدا، ربي ينورك استاذه. شكرا بالغميدي شهرزاد، بالغميدي شهرزاد، ميرسي بوكو، فوزيت جونتي مع سور، كو الله تو بروتيجي بور لا بيتي فام. ميرسي بوكو مدام غميدي، مساء الخير اختي الحبيبه، والله غير نحبك، نحبك بزاف، ربي يخليك ان شاء الله. غير وصفك تاعك تعجبوني بزاف، شكرا ليك. تراثنا طيشناه وغيضنا الحال كي يقيموه بلدان واحد اخرين، والله اكيد ما شاء الله عليك. كل ما نسمعك نحس الجزائر راهي بخير. شوفوا الجزائري والجزائريه ما يعرفوش قيمه تراثنا، وعلاش دوك نفهمكم وعلاش. كاين الجزائري مخرجش من الجزائر، ما شافش واش كاين في دول واحده اخرى وعطين له قيمه كبيره. يعني انا اللي نقيم نفسي، انا اللي نقيم الاشياء اللي عندي، نقيم قدراتي. فالهويه هذه محاوله شرسه لطمس الهويه والثقافه الجزائريه، وجب على الدوله التصدي. اكيد سباني في سامرة، سي عندي بروغرام على الربعة راه يجوز. غرو بيزو من تونس، شكرا ليك عزيزتي قسنطينه، ساكنه في ليون، درت بقلاوه في العيد الصغير، وكاينه بائعه حلويات تركيه طلبت مني. شوفوا البقلاوه التركيه والجزائريه ما يتشابهوش، خلاص يقولوا اصل بقلاوه تركي، ما هوش تركي. البقلاوه الجزائريه جزائريه، والمغربيه مغربيه، والبقلاوه التونسيه. الوغ لو كان تشوفوا البقلاوه التونسيه تختلف تماما عن الجزائريه، وتختلف على التونسيه، تختلف على الجزائريه وتختلف على التركيه. يعني هنا نعرفوا انا
سلام اختي عطيني وصفه تاع الدخله، وكاين فيديو تاع لوبيا ماشطو بالدجاج تقدري تلقايه. سلام خدوج ما شاء الله عليك حبيبتي، دايما نتبعك وانا معجبه بيك واطباقك اللذيذه، شكرا ليك والله اطباقك ما شاء الله. شكرا كل شيء نسبوه العثماني، لباس الاكل العادات الحمامات، كي شغل احنا كنا هنود حمر. شوفوا هي صح النظافه المسلمين كانوا نظاف، لكن الحمامات هي في الاصل تركيه، يعني نبقى هنا كاين حاجات اللي خلاوهم صح كمعالم كمعالم تاريخيه بقات، يعني نقولوا الحقيقه هنايا كاين هادو هما الحاجات. كاين حمامات اللي وجد في الجزائر ما قبل العثمانيين، يعني كي نوليو نشوفوا كاين حمامات اللي وجدت قبل، مثلا الحمامات المعدنيه اللي وجدت قبل العثمانيين، يعني عندها بزاف بزاف. احنا عندنا في الصحراء عندنا الشخشوخه الحاره، البشه نديروا لك اللع والملوخيه. شوفوا في الصحراء ريدا سلطان دو باري، مرحبا بك ريدا دو باري. احنا عندنا في الصحراء كما قالت الشخشوخه. نشوفوا هاد الكومنتير. استاذ الله يحفظك انت بروحك. شكرا سيدتي، يعطيك الصحه اختي والله يسلمك. كاين جديد اختي الكريمه؟ ان شاء الله كاين جديد في الايام المقبله ان شاء الله. سلام غالي الاربع سلام غالي الاربع شاف، شكرا. سلام اختي خديجه، ربي يحفظك ويبارك فيك على وصفاتك ما شاء الله. شكرا ليك، شكرا على الوصفات، شكرا للجميع. اختي خديجه كلامك صحيح، لا نعرف لماذا بعض منهم ينسبون بعض الاكلات الى بعض دول كتركيا او غيرها، كما علم كي اني من عاشق الطبخ الجزائري ومن اطباق وكي. شكرا ليك نور شمس، يعطيك الصحه. شوفوا قلت لكم انه دول اللي فيها السياحه هذيك الدول، يعني كي يجي سائح يعرف باللي هذيك الدوله فيها هذيك الاكله. مثلا الكسكس ما كانوش يعرفوا ان الكسكس جزائري واصله جزائري. ما شاء الله اختي والله نحبوك بزاف، وماما قالت لي ديريها نتفرجوها. شكرا ليك ودمتم متابعين اوفياء، الله يسرك اختي على التوضيح. شوفوا كاين حاجه انه الدول اللي فيها مثلا فيها توريزم تلقاو انه الاكل تاعهم يوصل للعالميه، لانه علاش يجيهم واحد من ايطاليا، واحد يجيهم من ما على باليش، واحد من اسبانيا، واحد من فرنسا، واحد من امريكا، واحد من انجلترا، كل واحد من يجي فراح يكون كل واحد اكله هذيك الاكله، وينصح الناس اللي رايحين توريزم يقول له جرب هذيك الاكله. اكيد الجزائر ما قرب بمساحتها، قلت عندك الحق هذا الموضوع عام جدا. انا قلت لكم شوفوا ماذا بكم يعني توصلوا هذا الموضوع. شكرا لك كريم كريمو، الله لا يغيبكم. ليلى فيف بلادي بلادي و فيه بلادي وهضرة بلادي وثقافة بلادي. أكيد كل واحد يعتز ويفتخر بانتمائه، لأنه الجزائر هي انتمائنا هي بلادنا. السلام عليكم حبيبتي جيجي، ضيف الله أمل مرحبا بك. مساء الخير سيدة خديجة، مساء الفل ياسين، بونسوار دو فرانس، بارك الله فيك يا أختي. نحب نطبق سوا سواء لهنا ولا في سميرة. أكيد يعطيك صحة على المتابعة وعلى الثقة. أكيد قلت الزول خديجة هي حبت قولكم أن الجزائر ما شاء الله فيها أشياء جميلة جدا. ما قالت شيء أنها تركيا ما عندها ويلو، كل بلاد عندها حاجتها تفتخر بها، وإحنا الجزائريين نفتخروا قلت شوفوا الجزائر تركيا حاجة، تركيا فيها دولة سياحية عندها حضارتها وعندها، والجزائر عندها حضارتها وتعاقبت عليها الحضارات. كي نشوفوا الجزائر ما جازوش عليها العثمانيين، قبل العثمانيين هم جازوا الجزائر راهي، وكان يدخلوا فيها الباحثين يغرقوا هذه. بصح العيد هذا تحرقت لي شويه، راني نتفرج فيك حلقه شارك ولحمي ولاد. انا نفورها نرجع بشويه زبده وتوابل. اكيد راح تكون بنينه يا سيده وداد جلاب. خديجه انت في القمه، شكرا ليك. سي عندي برنامج ماري بوزا جز طيله رمضان وراه يتعاود دركا. الجزائريين يستعاروا من اللي كانوا ياكلوا بصح، درك تحسن شويه المفهوم. شوفوا الجزائريين
ما على باليش. يعني واحد المرة تلاقيت مع واحد الروسية، هاد الروسية يعني بناتها صاحبو بناتي وما تعرف ولا شيء. لقيناها في تونس في اوتيل يعرض ازياء. هذه السيدة ما تعرف والو على الجزائر. شكرا تافو. اكيد لازم الهدف تاعنا اننا نروجو للاكل الجزائري ونوصلوه للعالم. يا نوال ماضي، نوال قاضي اسمها الإعلامية، اسمها نوال قاضي، مقيمة في قطر. يعني انا نحييها، لقيت مرة في الكارفور لقيتهم دايرين حلوية جزائرية باسم المغرب، يعني باش تشوفوا هنا باللي وين راهي الجزائر. فانا واش نقول، نقول لكم لا ما تنسبوش التراث تاعكم لغيركم، انه راح يولي عرضة للنهب، فحاولوا. سلام، تعجبيني في حاجة أنك فخورة بالجزائر من كل ناحية، سواء باللغة أو الطبخ، فأنت تمثلنا تمثلين برافو. أكيد الجزائر هي الجزائر، إحنا تراثنا، عندنا أطباقنا، عندنا 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 تنوع كبير. الله يحفظك شيف، قولي لهم يدخلوا القناة على اليوتيوب. شكرا. دخلوا عند إيسو، كاين بزاف تراث جزائري، تخلوا عليهم الجزائريين وسرقوا. شوفوا انا هنا سرقوه ما سرقوهش، حنا اللي لازم نحافظوا على حاجتنا، لانه المال السايب ينسرق. فسلام خديجه، معاك ام الفنان. انا مانيش ضد اللي يدي، باسكو انا ضد اللي يخلي ماله سايب، والمال السايب يعلم السرقه، هكذا يقولوا ناس زمان. سيده المقيمه في قطر، ولي دافع على المطبخ الجزائري نسبه اغلب الاطباق العثمانيين. مشكل ازمه للاسف، مشكل انتماء، هذا هو المشكل. ما نعتزوش بانتمائنا للجزائر. مساء الفل. بانتمائي انا وين نروح نقول انا جزائرية. ان شاء الله يا حنان وسعدي. الزلف اللام، انا هدفي ماهوش اني نطيب، نقول لك ديري غسل، ديري هذه مع هذه تساوي هذه. انا هدفي اني نقدم التراث الجزائري للعالم. انا كي يقولوا لي انت يا جزائريه، انت منين، انت مدنيه، انت هكذا، انت قبيليه، نقول انا جزائريه، انا مسؤوله على التراث الجزائري، انا نقدم التراث الجزائري صح بطريقتي كما تعلمته انا، نقدمه الاخر. مثلا انا كي تقولي لي، انا كي نقول صفيطي مثلا، نهار قدمت صفيطي قالوا لي علاش ما درتيش المهرس، انا ما نديش المهرس لوحده في فرنسا ولا عربيه ما على باليش وين ساكنه، نقول لها ديري في المهرس. انا عطيت لها ابسط طريقه، انا نديرو في الروبو. هذاك هو يعني، هذوك هما المقادير. كنا في فلسطين معروفه لكن مشهوره تركيا، تراثنا وتنوع اختلافه يجعل البعض يطمع بالمشاركه معنا، ويجب علينا الاحتفاظ بها. ليلى لينا مقران، والله صح، بعض المرات يعني نلقاو الاكلات العربيه نسبت الى دول واحده اخرى. انت نوار الثقافه الجزائريه. شكرا فتيحه التوحه. سلم نحبك بزاف. شكرا ام ريان، مساء الحب يا مولات. شكرا. سلام لفامي، سلام ام يقين. حبيبتي خديجه، راني نتفرج فيك كامله، كنت تفرجوا هذه صفحه. نقولها اشتركي قناتي واسمها كوسينا خديجة، ولا تقدروا تدخلوا كوزينا جكون، يعني بدلت لها العنوان، لكن تقدروا تدخلوا بالعنوان القديم. الجزائر لا يفتخر لا بتراثه لا بتراثه لا بتاريخه، عنده عقدة، عندنا عقدة. والله غير صح، شوفوا يعني الجزائري صعيب انه حتى اللغة يبدلوها. يعني تشوف واحد راح لفرنسا عنده 20 سنة ملي راح تربى وكبر في الجزائر، ولا عنده 15 سنة ولا 10 سنين كيروح لفرنسا، يولي ينسى اللهجة الجزائرية ولا اللغة الجزائرية، ويولي يتعكل في الفرنسي. وصفاتك هايلي، الله يبارك. اسمحي لي حبيت نقول لك على ما ديريش. شكرا ليك سنتي شموخي، هذه حاله خاصه، وهذه ما كاينش واحد يقدر. انا نقولوا انه لازم نتحضروا، لازم نكونوا كل واحد يدبر راسه في حياته. سلام مساء الخير خدوجه، الله يبارك ما شاء الله. وقيل نجيب ونجي ما كنت في الثالثة تلفزيون برنامج صباح الخير. شانيز مرحبا بك، والله جمهوري الغالي اللي عنده سنوات ويتابعني، نفتخر بجمهوري الغالي. سلمى جنة مرحبا بك، يعطيك الصحة.
وي عايشه بوزيان انا هي سلام خديجه. عندنا تقليد وحضارات نفتخر بها. شوفوا عندنا اللباس، عندنا الاكل، عندنا اللهجات، عندنا لهجات بزاف، وكاين بزاف اللي انا كيقولوا يعني واحد يقولوا ببلاد انا نقعد نخزر فيها، هذاك اللي يقول هذيك الكلمه نقول مسكين ما زارش هذيك البلاد تاع الجزائر، ما زارش هذيك مثلا كيجي واحد للعاصمه ويقولوا له ببلاد، نقدر نقعد نخزر فيه نقول لو كان راح شاف هذيك البلاد يبدل الفكره تاعو، لو كان راح زار مثلا الباديه في الصحراء ولا راح زار الارياف الجزائريه راح يبدل النظره تاعو، لانه هذوك الناس بزاف بيهم وبدراهمهم وبخيرهم. انا كي شفت الكراكو الجزائري سرقوه للمغرب ونسبوه ليهم خلاص دخلت دخت شاهيناز، نقول لك المال السايب يعلم سرقه. انت تستحقي سفيره الطبخ الجزائري، برافو سيده تراثنا. اما الجهله نسبوا كل شيء، والله هاد الجهله انا اللي ما قدرت لهمش، ويحسوا روحهم انهم يمثلوا الثقافه الجزائريه. هذه هي الحاجه اللي انا قلقتني. التاريخ لازم شوفوا، انا بعض المرات كي كنت صغيره نقولوا علاش يقروا فينا في التاريخ، وعلاش يكسرونا فريسنا، علاش يكسرونا فريسنا باش نقرا. لكن كي توصل للمشكل كيما هذا، ولا الناس اللي يحبوا ينسبوا تاريخ الناس واحد اخرين، فتقول شيء جميل انك تعرف حاجات. السلام عليكم، والله الحمد لله دعدوعة، جربت البيتزا تاع زمان، شكرا. العفو بصحتكم نورة ايتها، شكرا شمس الاسي، الله يسلمك. بدون مبالغة مجال التسويق الشبكي امتلاك لحظة ربح قوية، فتح الفرصة للراغبين. الحمامات من عهد الاندلسيين يا سيداتي. شوفي الحمامات كثرتهم تاع الاتراك، وكاين بصح كاين الحمامات من فكروني من العهد الروماني، كاين حمامات. شوفوا الرومانيين هما اللي داروا الحمامات في الجزائر. لو كان تروحوا تشوفوا مثلا، تروحوا للاثار الموجوده في شرشال، تروحوا لشرشال مثلا تلقاو الحمامات القديمه، يعني يوريو لك هذاك البلان الحمامات القديمه. مثلا نوري لكم انا، روحوا للمديه مثلا، حمام واش يسموه، حمام برواقيه، جاي في واحد الجبل راهو يرجع للعهد الروماني. فنقولوا الحمامات انها رومانيه، واللي حياها هما الاتراك دخلوا هذيك البنيان تاعهم. خديجه العزيزه عاملي دعم للقناه، ان شاء الله راح ندير لك دعم، انا فخوره بيك. شكرا لك، مبروكه ونحبك بزاف، شكرا لك، الله يبارك فيك يا مبروكه. هاي انا من قال ما تعطى، انا صغيره ومتابعك عمري 14 سنه، مرحبا بك ما سوبر فان تاج رتود، يعطيك صحه يا تاج، وربي يطول عمرك وتبقاي متابعه وفيه، ونشوفك مرا كبيره وناجحه في كل حياتك. ماذا بيا ما قمت قلق وقت الجزائر تاع الصح، انا جزائريه وافتخر بجزائريتي، وافتخر بتراثي، بالتراث الفقير ولا بالتراث الغني، انه الجزائر فيها يعني فيها 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 فيها, فيها تراث كبير. يعني كاين بعض التراث اللي ينسبوه للطبقه اللي تكون، يعني كي تقولوا هذيك الحاجه يقول لك تاع الفقراء مثلا. انا نفتخر بكل شيء، لانه الجزائري كل الناس جزائريين اللي راهم، هذا التراث من كل الجزائر. نحبك في الله ويعطيك الف صحه وعافيه يا بنت بلادي، شكرا لك، شكرا على الوصفه الجميله خديجه. ان شاء الله دعدوعه راح ندعم قناتك. ما اسم القناه؟ قناتي واسمها خديجه كوسينا، خديجه كوسينا بالاسبانيه، والله غير تعلمت عليك بزاف، يعطيك الصحه وسمحي لي. الله يسلمك ناس عن خديجه العزيزه والبنات على وجه ربي، ان شاء الله دعدوعه. خديجه انت صح من في دالة حساميرة في وقت قناتك، ضيف الله امال، نقول لك ضيف الله، ادخلي في قناتي واش تركي، رايحه تستفادي من الوصفات لبنات قناتي. شكرا دعدوعة، الله يعطيك الخير اختي، شكرا بشرى، سناء، سلمى، خديجه، سلام راكي منوره. ما درتش، مانيش دايره كامل، مانيش دايره، نحيتهم، نحيت كامل في ليكليراج يبانو.
بونسوار خديجة العزيزة، أنت والبنات على وجه. أنا أقول لكم ليلتكم سعيدة، نتلاقى بكم في تشارك قل... لا لا ما كان عندهم حتى علاقة مع العثمانيين، ما عندهم علاقة. وإذا كان فيه تشابه في الحنة، راهي الحنة يعني تمشي من مكان لمكان تبقى تراث، لكن تشارك جزائري حلوة ما كاش كاع، ما تكزيستيش في لاتيوخي. كما مثلا انا رحت وشفت الاتراك يعني، وشفت مشيت مع الاتراك مثلا، يديوك الاتراك وما يديوك تتعشاي، تشوفي الثقافه تاعهم، رحت شفت العرس تاعهم، شفتهم يعني عرسهم ساب وعندهم المرفه وعندهم القليل، كل واحد يدير على حسابه العرس تاعو، وكي تشوفوا ما يشبهوناش ما يحبوناش، ما يحبوش العرب يعني. باش نعطي لكم فكره على الـ على الـ على الاتراك يعني، كي تروح يقول لك هما عندهم هذيك النزغه، هذيك تاع النزعه كما يقولوا، هذيك تاع احنا احتلينا العرب، احنا الاصماليين، يقولها لك هكا اصمالي. فما تكسروش راسكم، ما يحبوش بزاف الجزائريين، قالت لي يحبوا يتزوجوا مع الجزائريات لانهم ما يعرفوش حقوقهم، والتركيه سيده صعبه بزاف على هذيك، يحبوا الجزائريه. ليبيا كلها تحب الشعب الجزائري. اهلا بك غلا، صرت الله يبارك دوم متعلقه، ربي يحفظك، شكرا. سلام خديجه من تيزي وزو، شكرا. عبد القادر، انا نحب الناس المحترمه واللي تحترم الموجودين. سلام خديجه من تيزي وزو، اهلا بك خديجه. يا ريت تحكي الجزائر. انا نهضر جزائري، انا ما عنديش مشكل مع اللهجه الجزائريه، نهضر جزائري. شوفوا تقديم تلفزيوني شيء، ولهجه انك تهضري اللهجه تاعك عادية شيء آخر. حبيبتي خديجة وش رايك في شوفوا الظروف هي اللي تحكم هنا يا ضيف الله أمل، الظروف حكمت الله غالب، لازم يتصرفوا بهذه الطريقة، سينو يروح العام هكذا برك. الأندلس في إسبانيا تلقاي الحمامات نفس الهندسة الحمامات في الجزائر والأندلس، تفوت الحضارة العثمانية بألاف السنين، والعثمانيين تأثروا بحضارات أخرى. اكيد انا قلت العثمانيين عندهم شتات من الحضارات، ف تاثروا بحضارات واحده اخرى بحكم انهم احتلوا ولحقوا كثير من الدول، فتاثروا بثقافتهم. كما مثلا الحلق النوقه الجزائريه، النوقه القسنطينيه كانوا يطلبوها من العثمانيين، كانوا يطلبوها من الجزائر تروح في البابور باش تلحق للقصر في في القصر في تركيا. هذو الحاجات الناس ما يعرفوهمش، فدائما ينسبوا ثقافة الأكل الجزائري للآخر مع الأسف حساب للعمل. شكرا راح نجاوبك سيدتي، ماذا بك تدخلي على الخاص تاعي، هذا تاع الخدمة، هذه لاباج اوفيسيال، ماذا بك تدخلي على خديجة جكون لو كونت تاعي. لا قلت لك انت اكيد ضيف الله امال، كي ما شاء الله اليوم ألف مبروك. سلام أم يوسف، مبروك على كامل الناس اللي تحصلوا على شهادة البيام. المشكل اليوم أنه حتى الفرقاني والمجبود القسنطينة راهم يسرقوا لنا فيه بمساعدة الجزائريين. طبعا أكيد شوفوا، لا شوفوا كاين المجبود يعني مخدوم بطريقة واحدة أخرى، مثلا عند الشيشانيين، عند شفت بزاف لي موديل يشبهوا لتاوعنا، لكن واش نقولوا، ثقافته يعتز الكراك الجزائري، عنده لا ديكوب تاعو، وعنده اللبسه تاعو، عنده السروال تاعو اللي يلبس معاه، نفتخروا بسروال مدور كيما نفتخروا بسروال الشوقه، كيما نفتخروا بسروال بكل انواع السروال اللي عندنا، المدور، سروال الزنقه، وسروال سروال الشلقه. ف المشكل راهو في فينا احنا. شكرا لك كادي، سلام ديما منوره، شكرا. حاجب
ان شاء الله راح ندير لكم حاجب ردي على الخاص من فضلك. اكيد راح نجاوبك على الخاص فيما بعد. انا اختي خديجه انا نقول لكم ليلتكم سعيده واحلام سعيده. نتمنى انه كل جزائريه سواء مقيمه في الخارج انه الناس المقيمين في الخارج هم يعرفوا قيمه التراث الجزائري ويعرفوا قيمه الجزائر ككل. فالجزائرية اللي عمره ما خرج من الجزائر ومازال ما شافش قيمه الجزائر بين الدول، فنقول لك حافظ على بلادك. واي شخص يخدم في حلويات ولا يخدم في الطرز ولا يخدم في اي حاجه عندها علاقه بالتراث تاعنا، قدموا تراثنا باحسن وجه وما تنسبوهش ولا دوله واحده اخرى. فدول واحده اخرى تراثنا راهم يقولوا تراثهم، احنا تراثنا رانا نقولوا تراث غيرنا ولا ورثناه على غيرنا، عيب. هذا هو موضوعي من اليوم. خديجة أنا من سيرتا ليبيا وخاطري نتعلم المطبخ كيفك. غالا سيرت نقول لك سيرتا ولا اسمك سيرت، نقول لك سيدتي المطبخ لازم تحبيه ولازم تحبي طيبي وراح تتعلمي لو يعني تولي تتقني يعني أكيد كي تحبي الحاجة. تحياتي إليك وربي يعاونك على الوقت. شكرا، ان شاء الله يا ربي يكون عندنا لقاء في بسكرة ونجي ونشوفك. شكرا ضيف الله امل، ان شاء الله سازور بسكرة يوما. عرضتني خالتي جميلة ومازال ما رحت. ياسمين تقولي سلام شيخ خديجة، notre culture et notre cuisine sont très riches. Merci pour vos conseils. Moi, ça fait 4 ans je suis en France. 40 ans que je suis. Mais rien a changé pour moi et fière d'être algérienne et je suis de la ville des Roses la Hibark, Madin Tloro. Heureusement, قريت الكومنتير تاعك. نقول لك ربي يعينك في غربتك ونستعرف بك. Je te tire chapeau. علاش راكي محافظه على التراث نتاعك مده 40 سنه وانت في فرنسا. ياسمين مازالها محافظه على التراث الجزائري وعلى تقاليدها. نقول لك بلديه حره وجزائريه حره. نتلاقى بكم في موعد جديد وحافظوا على تراثنا لانه تراثنا ثمين جدا وما نعرفولوش قيمته. انا نعرف له قيمته لكن ماذا بيا كامل نكون يد واحده باش نعرفوا باش نوصلوا الصوره الجزائريه في احسن يعني في احسن حله باش نكونوا في المستوى العالمين. نتلقى بكم أنا في موعد جديد. سلام.